وكما تريدون، وأثق أنكم تقدرون وتعذرون، ومهما يكن فلقد كنت أحس بكم وبشعبنا وأمتنا معي في كل رأي، وكنت أحس بكم وبشعبنا وأمتنا معي في كل قرار، كنتم جميعا معي فيما أخذته على مسؤوليتي تعبيرا عن إرادة أمي وتعبيرا عن مصير شعبي. ثم وجدت مناسبا أن أجيء إليكم اليوم أتحدث معكم ومع جماهير شعبنا ومع شعوب أمتنا العربية وأمام عالم يهمه ما يجري على أرضنا، لأنه وثيق الصلة بأخطر قضايا الإنسانية وهي قضية الحرب والسلام، ذلك لأننا لا نعتبر نضالنا الوطني والقومي ظاهرة محلية أو إقليمية، لأن المنطقة التي نعيش فيها بدورها الاستراتيجي والحضاري في القلب من العالم وفي الصميم من حركة، ولأن الحوادث كبيرة ولأن التطورات متلاحقة ولأن القرارات مصيرية، فإنني أريد أن أدخل مباشرة فيما أريد أن أتحدث فيه معك، وسوف أركز على نقطتين: الحرب والسلام. أولا الحرب، لست أظنكم تتوقعون مني أن أقف أمامكم لكي نتفاخر معا ونتباهى بما حققناه في 11 يوما من أهم وأخطر بل أعظم وأمجد أيام تاريخ. وربما جاء يوم نجلس فيه معا لا لكي نتفاخر ونتباهى، ولكن لكي نتذكر وندرس ونعلم أولادنا وأحفادنا جيلا بعد جيل قصة الكفاح ومشاقه، مرارة الهزيمة وآلامها وحلاوة النصر وآمالها. نعم سوف يجيء يوم نجلس فيه لنقص ونرمي ماذا فعل كل منا في موقعه، وكيف حمل كل منا امانته وادى دوره، كيف خرج الابطال من هذا الشعب وهذه الامه في فتره حالكه ساد فيها الظلام ليحملوا مشاعل النور وليضيئوا الطريق حتى تستطيع أمتهم أن تعبر الجسر ما بين اليأس والرجاء. ذلك كله سوف يجيء وقت، وأظنكم توافقون على أن لدينا اليوم من المشاغل والمهام ما يستحق أن نكرس له كل وقتنا وجهدنا،
واذا جاز لي ان اتوقف قليلا وانا اعلم ان بكم شوقا الى سماع الكثير، فاني اقول ما يلي. اولا فيما يتعلق بنفسي، فلقد حاولت ان افي بما عاهدت الله وعاهدتكم عليه. حاولت ان افي بما عاهدت الله وعاهدتكم عليه قبل 3 سنوات بالضبط من هذا اليوم. عاهدت الله وعاهدتكم على ان قضية تحرير التراب الوطني والقومي هي التكليف الاول الذي حملته ولاء لشعبنا وللامه. عاهدت الله وعاهدتكم على اني لن ادخر جهدي ولن اتردد دون تضحيه مهما كلفتني في سبيل ان تصل الامه الى وضع تكون فيه قادره على رفع ارادتها الى مستوى امانها. ذلك ان اعتقادي دائما كان ولا يزال بلا إرادة نوع من أحلام اليقظة يرفض حبي وولائي لهذا الوطن أن نقع في سرابه أو في ضباره. عاهدت الله وعاهدتكم على أن نثبت للعالم أن نكسة سنة 1967 كانت استثناء في تاريخنا وليست قاعدة. وقد كنت في هذا أصدر عن إيمان بالتاريخ يستوعب 7000 سنة من الحضارة ويستشرف آفاقا. أعلم علم اليقين نضال شعبنا وامتنا لبلوغها والوصول اليها وتاكيد قيمها واحلامها العظمى. عاهدت الله وعاهدتكم على ان جيلنا لن يسلم اعلامه الى جيل سوف يجيء بعده منكسه او دليلا، وانما سوف نسلم اعلامنا مرتفعة هاماتها عزيزة الصواريخ وقد تكون مخضبة بالدماء، ولكننا ظللنا نحتفظ برؤوسنا عالية في السماء وقت ان كانت جباهنا تنزف الدم والألم والمرارة. عاهدت الله وعاهدتكم على ان لا اتاخر عن لحظة اجدها ملائمة ولا اتقدم عنها. لا اغاني ولا اتنكأ. وكانت الحسابات مبيضة والمسؤولية فادحة، لكنني أدركت كما قلت لكم وللأمة مرارا وتكرارا أن ذلك قدري وأنني حملته على يدي. عاهدت الله وعاهدتكم وحاولت مخلصا أن أفي بالوعد ملتمسا عون الله وطالبا عاهدت الله وعاهدتكم وحاولت مخلصا ان افي بالوعد ملتمسا عون الله وطالبا ثقتكم وثقة الامة، واني لاحمد الله.
كان كل شيء مليقا بإرادة الأمة. حجم هذه الإرادة وعمق هذه الإرادة وما كنا لنستطيع شيئا وما كان أحد ليستطيع شيئا لو لم يكن هذا الشعب ولو لم تكن هذه الأمة. لقد كان الليل طويلا وثقيلا ولكن الأمة لم تفقد إيمانها أبدا بطلوع الفجر. وإني لأقول بغير ادعاء أن التاريخ سوف يسجل لهذه الأمة أن نكسةها لم تكن سقوطا وإنما كانت كبوة عارضة، وأن حركتها لم تكن ثورانا وإنما كانت ارتفاعا شاهقا. لقد أعطى شعبنا جهدا غير محدود، وقدم شعبنا تضحيات غير محدودة، وأظهر شعبنا وعيا غير محدود. وأهم من ذلك كله، أهم من الجهد والتضحيات والوعي، فإن الشعب احتفظ بإيمانه غير محدود، وكان ذلك هو الخط الفاصل بين النكسة وبين الهزيمة. ولقد كنت أحس بذلك من أول يوم تحملت فيه مسؤوليتي، وقبلت راضيا بما شاء الله أن يضعه على كاهلي. كنت أعرف أن إيمان الشعب هو القاعدة، وإذا كانت القاعدة سليمة فإن كل ما ضاع ممكن تعويضه، وكل ما تراجعنا عنه نستطيع الانطلاق إليه مرة أخرى. وبرغم ظواهر عديدة، بعضها طبيعي وبعضها مصطنع من تأثير حرب نفسية وجهت إليه، فقد كان سؤالي لنفسي ولغيري في كل يوم يمر: هل القاعدة سليمة؟ وكنت واثقا انه ليس في قدرة اي حرب نفسي مهما كانت ضراوتها ان تمس صلابة هذه القاعدة. وما دامت القاعدة بخير فإن كل شيء بخير، وغير ذلك لن يكون إلا زوبعه في فنجان كما يقولون. نستعين أننا واجهنا مصاعب جنة، مصاعب حقيقية، مصاعب في الخدمات، مصاعب في التمويل، مصاعب في الإنتاج، مصاعب في العمل السياسي ايضا. وكنت اعرف الحقيقه، ولكنني لم اكن في موقف يسمح لي بشرحها. كنت اعرف اننا نحاول ان نجعل الحياه مقبوله للناس، وفي نفس الوقت فان علينا ان نحتاط لما هو منتظر. وكنت واثقا انه سوف يجيء يوم تظهر فيه الحقيقة لغيري كما كانت ظاهرة لي، وحين تظهر الحقيقة فان الناس سوف يعرفون وسوف يقدرون. واحمد الله. ثالثا، ولقد كانت هناك اشارات واضحة الى وجود تمزق في ضمير الامة العربية كلها، وكنت ارى ذلك طبيعيا لاسباب اجتماعية وفكرية زادت عليها مرارة النفس.
فأنا هناك من يسألونني ويسألون أنفسهم، هل تستطيع الأمة أن تواجه امتحانها الرهيب وهي على هذه الحالة من التمزق في ضميرها؟ وكنت أقول إن هذا التمزق فضلا عن أسبابه الطبيعية يعكس تناقضا بين الواقع والأمل، وليس في ذلك ملحوظ، بل كنت أعتقد أنه ليس هناك شفاء لضمير الأمة ولا راحة له إلا عندما تواجه الأمة لحظة التحدي. ولم أكن في بعض الأوقات على استعداد للدخول في مناقشات العقيم، هل نعالج التمزق قبل مواجهة التحدي أو نقبل التحدي رغم ورود إشارات إلى التمزق؟ وكان رأيي أن الأمم لا تستطيع أن تكشف نفسها أو جوهرها إلا من خلال ممارسة الصراع. وبمقدار ما يكون التحدي كبيرا، بمقدار ما تكون يقظة الأمة واكتشافها لقدراتها كبيرة. لست يمكن وجود خلافات اجتماعية وفكرية، فذلك مسار حركة التاريخ. ولكنني في نفس الوقت كنت أعرف أن الأمم العظيمة عندما تواجه تحدياتها الكبرى فإنها قادرة على أن تحدد لنفسها أولوياتها بوضوح لا يقبل الشك. كنت مؤمنا بسلامة وصلابة دعوة القومية العربية، وكنت مدركا للتفاعلات المختلفة التي تحرك مسيرة أمة واحدة، ولكنني كنت واثقا من أن وحدة العمل سوف تفرض نفسها على كل القوى وعلى كل الأطراف وعلى كل التيارات، لأنها جميعا سوف تعي أن هذا الظرف ليس مباراة بين الاجتهادات، وإنما هو الصراع بين الفناء والبقاء لأمة بأسرها. وأحمد الله. رابعا، ولقد كنت أعرف جوهر قواتنا المسلحة، جوهر قواتنا المسلحة، ولم يكن حديثي عنها رجما بالغيب ولا تكهنا. لقد خرجت من صفوف هذه القوات المسلحة وعشت بنفسي تقاليدها، وتشرفت بالخدمة في صفوفها وتحت أليتها. إن سجل هذه القوات كان باهرا، ولكن اعداءنا للاستعمار القديم والجديد والصهيونية العالمية ركزت ضد هذا السجن تركيزا مخيفا، لانها ارادت ان تشكك الامة في درعها وفي سيفها. ولم يكن يخامرني شك لأن هذه القوات المسلحة كانت من ضحايا نكسة 67، ولم تكن أبدا من أسبابها. كانت استطاعة هذه القوات سنة 67 أن تحارب بنفس
والبسالة والصلابة التي تحارب بها اليوم. من هذه القوات لم تعطى الفرصة لتحارب دفاعا عن الوطن وعن شرفه وعن فراشه. لم يهزمها عدوها، ولكن ارهقتها الظروف التي لم تعطها الفرصة لتقاتل. من القوات المسلحة المصرية قامت بمعجزة على اي مقياس عسكري. بالكامل لواجبه، استوعبت العصر كله تدريبا وسلاحا بل وعلما واقتدارا. وحين اصدرت لها الامر ان ترد على استفزاز العدو وان تكبح جماح غروره، فانها اثبتت نفسها. هذه القوات اخذت في يدها بعد صدور الامر لها زمام المبادئة، وحققت مفاجأة العدو وافقدته توازنه بحركتها السريعة. ولست اتجاوز اذا قلت ان التاريخ العسكري سوف يتوقف طويلا بالفحص والدرس امام عملية يوم 6 أكتوبر سنة 73، حين تمكنت القوات المسلحة المصرية من اقتحام مانع قناة السويس الصعب وبقيام واجتياح خط برليف المنيع وإقامة رؤوس جسور لها على الضفة الشرقية من القناة، بعد أن أفقدت العدو توازنه كما قلت في 6 ساعات. كانت المخاطرة كبيرة، وكانت التضحيات عظيمة، ولكن النتائج المحققة لمعركة هذه الساعات 6 الأولى من حربنا كانت هائلة. فقد العدو المتغطرس توازنه إلى هذه اللحظة. استعادت الأمة الجريحة شرفها. تغيرت الخريطة السياسية للشرق الأوسط. وإذا كنا نقول ذلك اعتزازا وبعض الاعتزاز إيمان، فإن الواجب يقتضينا أن نسجل من هنا وباسم هذا الشعب وباسم هذه الأمة ثقتنا المطلقة في قواتنا المسلحة. ثقتنا في قيادتها التي خططت. ثقتنا في ضباطها وجنودها.
الذين نفذوا بالنار والدم. ثقتنا في إيمان هذه القوات المسلحة وثقتنا في علمها. ثقتنا في سلاح هذه القوات المسلحة وثقتنا في قدرتها على استيعاب هذا السلاح. أقول باختصار إن هذا الوطن يستطيع أن يطمئن ويأمن بعد خوف أنه قد أصبح له درع وسيف. الإخوة والأخوات، كان ذلك عن الحرب، والآن ماذا عن السلام؟ عندما نتحدث عن السلام فلابد لنا أن نتذكر ولا ننسى، كما لابد لغيرنا أن لا يتناسى، حقيقة الأسباب التي من أبيها كانت حربا. وقد تأذنون لي أن أضع بعض هذه الأسباب محددة قاطعة أمام حضرتك. أولا، لما حربنا من أجل السلام؟ حربنا من أجل السلام الوحيد الذي يستحق وصف السلام، وهو السلام القائم على العدل. عدونا يتحدث احيانا عن السلام، ولكن شتان ما بين سلام العدوان وسلام العدل. ان السلام لا يفرق، وسلام الامر الواقع لا يقول ولا يدل. السلام بالعدل وحده، والسلام ليس بالإرهاب مهما أمعن في الطغيان ومهما زين له غرور القوة. هنين لنا لم نحارب لكي نعتدي على أرض غيرنا، وإنما حاربنا ونحارب وسوف نواصل الحرب لهدفين اثنين. الاول، استعادة اراضينا المحتلة بعد سنة 67. الثاني، ايجاد السبيل لاستعادة واحترام الحقوق المشروعة لشعب فلسطين. أهدافنا من قبول مخاطر القتال، ولقد قبلناها ردا على استفزازات لا تحتمل ولا تطاق، ولم نكن البادئين بها، وإنما كنا فيها ندافع عن أنفسنا وعن أرضنا وعن حقنا في الحرية وفي الحياة. إن حربنا لم تكن من أجل العدوان، ولكن ضد العدوان. ولم نكن في حربنا خارجين على القيم ولا القوانين التي ارتضاها مجتمع الدول لمصر وسجلها في ميثاق الأمم المتحدة الذي كتبته الشعوب الحرة بدمائها بعد انتصارها على الفاشية والنازيين. بل لعلنا أن نقول أن حربنا هي استمرار للحرب الإنسانية ضد الفاشية والنازيين. إننا في حربنا كنا نتصرف وفق نص وروح ميثاق الأمم المتحدة، وليس مدافعة للروح ولا للنص. وإلى جانب الميثاق نفسه، فلقد كنا نتصرف تقديرا واحتراما لقرارات المنظمة الدولية، سواء على مستوى الجمعية العامة للأمم المتحدة
او على مستوى مجلسنا. هو الاخوة والاخوات لقد شهد العالم كله لنا بالحق واشاد بشجاعتنا دفاعا عن هذا الحق. ادرك العالم اننا لسنا البادئين بالعدوان ولا بادرين بواجب الدفاع عن النفس. لسنا ضد قيم وقوانين مجتمع الدول ولكننا مع قيم وقوانين مجتمع الدول. لسنا مغامري حرب وانما نحن طلاب سلام. ادرك العالم ذلك كله وكان يتعاطف من قبل ذلك مع قضيته، واليوم زاد على تعاطفه معنا احترامه لتصميمنا على الدفاع عن هذه القضيه. ولقد كنا نطمئن بعطف العالم ونحن الان نعتز باحترامه. واقول لكم بصدق وامانه انني افضل احترام العالم ولو بغير عطف على عطف العالم اذا كان بغير احترام. واحمد الله. العالم يدخل في عصر من الوفاق بين القوتين الآن، ونحن لا نعارض سياسة الوفاق. كان لنا تحفظ واحد عليه وما زال تحفظنا قائما. إذا كنا نريد أن يدخل العالم بعد استحالة الحرب العالمية الى عصر من السلام، فان السلام ليس معنى مجردا او مطلقا. السلام له معنى واحد، هو ان تشعر كل شعوب الارض انه سلام لها وليس سلاما مفروضا عليها. واني لا اقول امام حضرتك وعلى مسمع من العالم، نحن نريد ان تنجح وان تتدعم سياسة الوفاق، ونحن على استعداد للمساهمة في انجاحها وتدعيمها. لكننا نرى واضحا ان ذلك لا يمكن ان يحدث بينما العدوان القائم ضد امة عربية باسرها تقع في قلب العالم استراتيجيا وتملك اهم ثروات اقتصادية. ان اي نسيان بهذه الحقيقة البديهية ليس تجاهلا فحسب، وانما هو اهانة لا نرتضيها لانفسنا ولا للعالم الذي يعرف اهمية وقيمة هذه المنطقة التي نعيش فيها. وعليه ان يعرف الان ان هذه المنطقة قادرة على ان تمنح وان تمنع. الإخوة والأخوات، لقد فكرت أن أبعث إلى الرئيس ريتشارد نيكسون بخطاب يحدد فيه موقفنا بوضوح، ولكنني ترددت خشية إساءة التفسير، ولذلك فإنني قررت أن أستعير عن ذلك بتوجيه رسالة مفتوحة إليه من هنا. رسالة لا يمليها الخوف ولكن تمليها الثقة. رسالة لا تصدر عن ضعف ولكن تصدر عن رغبة حقيقية في صون السلام ودعم الوفاق.
أريد أن أقول له بوضوح إن مطلبنا في الحرب معروف، لا حاجة بنا لإعادة الشعب. وإذا كنتم تريدون معرفة مطلبنا في السلام فإليكم مشروعنا للسلام. أولا، أننا قتلنا وسوف نقاتل تحرير أراضينا التي أمسك بها الاحتلال الإسرائيلي سنة 67، ولإيجاد السبيل لاستعادة واحترام الحقوق المشروعة لشعب فلسطين. ونحن في هذا نقبل التزامنا بقرارات الأمم المتحدة، الجمعية العامة ومجلس الأمن. ثانيا، إننا على استعداد لقبول وقف إطلاق النار على أساس انسحاب القوات الإسرائيلية من كل الأراضي المحتلة فورا. فورا وتحت إشراف دولي إلى خطوط ما قبل 5 يوليو 1967. ثالثا، إننا على استعداد فور إتمام الانسحاب من كل هذه الأراضي أن نحضر مؤتمر سلام دولي في الأمم المتحدة. سوف أحاول جهدي أن أقنع به رفاقي من القادة العرب المسؤولين مباشرة عن إدارة صراعنا مع العدو، كما أنني سوف أحاول جهدي أن أقنع به ممثلي الشعب الفلسطيني، وذلك لكي نشارك معنا ومع مجتمع الدول في وضع قواعد وضوابط لسلام في المنطقة يقوم على احترام الحقوق المشروعة لكل شعوب المنطقة. رابعا، إننا على استعداد هذه الساعة بل هذه الدقيقة أن نبدأ في تطهير قناة السويس وفتحها أمام الملاحة العالمي لكي تعود إلى أداء دورها في رخاء العالم والذهاب. ولقد أصدرت الأمر بالفعل إلى رئيس هيئة قناة السويس بالبدء في هذه العملية غداة إتمام تحرير الضفة الشرقية للقناة، وقد بدأت بالفعل مقدمات لاستعداد لهذه المهمة. خامسا، إننا لسنا على استعداد في هذا كله لقبول وعود مبهمة أو عبارات مطاطة تقبل كل تفسير وكل تأويل وتستنزف الوقت فيما لا جدوى فيه وتعيد قضيتنا إلى جنود لم نعد نقبل به مهما كانت الأسباب لدى غيرنا أو التضحيات بالنسبة لنا. ما نريده الآن هو الوضوح، الوضوح في الغايات والوضوح في الوسائل. أيها الإخوة والأخوات، لقد قلنا كلمتنا وأدعو الله مخلصا أن يفهمها الجميع في إطارها الصحيح وأن يضعوها على الخط المستقيم وأن يحسنوا تقديرا لها. إن هذه الساعة تتطلب شجاعة الرجال وعقل الرجال، مع الله ومع أنفسهم ومع أمتهم ومع إنسانيتهم. هذه ساعات تدور فيها معارك أكبر مما دار بالأسلحة التقليدية حتى في فروض العمالقة. هذه ساعات تتقرر فيها مصائب وتتحدد فيها على حال، تتحدد فيها على حال
سوف تفرض نفسها على المستقبل وهي تؤكد نفسها في الحاضر. هذه ساعات يتقدم فيها أطفال، وهذه ساعات يسقط بل ينقطع فيها شهداء، هذه ساعات حافلة بمشاعر متدينة تنتظر فيها صيحة الفرح بمشاعر عميقة أخرى. ذلك أننا كنا ولا زلنا نريد الحق ولا نريد الحق، لكننا كنا ولا نزال نريد الحق حتى إذا فرضت علينا الحرب، وحين كانت نشوة الانتصار تملأ كل القلوب، فإنني كنت فيما بيني وبين ربي أعرف مدى العناء الإنساني الذي ندفعه في سبيل النصر. ولقد كنت أتتبع أنباء انتصاراتنا في خشوع، لأنني أعرف الحرب. ولقد كان أعز القائلين هو الذي علمنا كتب عليكم القتال وهو كره لكم. أيها الإخوة والأخوات، هذه ساعات نعرف فيها أنفسنا ونعرف فيها الأصدقاء ونعرف فيها الأعداء، ولقد عرفنا أنفسنا ولقد عرفنا أصدقاءنا، وكانوا بأصدق وأخلص ما نطلب من الأصدقاء. ولقد كنا نعرف عدونا دائما، ولسنا نريد أن نزيد في أعدائنا، بل إننا لنوجه الكلمة بعد الكلمة والتنبيه بعد التنبيه والتحذير بعد التحذير، لكي نعطي للجميع فرصة يراجعون ولعلهم يتراجعون. لكننا بعون الله قادرون بعد الكلمة وبعد التنبيه وبعد التحذير أن نوجه الضربة بعد الضربة، ولسوف نعرف متى وأين وكيف إذا أرادوا التصاعد بما يفعلون. الأمة العربية كلها، وأسمح لنفسي أن أعبر عنها، لم تنسى مرافق هذه الساعات. لم تنسى أصدقاء هذه الساعات الذين يقفون معها، ولم تنسى أعداء هذه الساعات الذين يقفون مع عدوها. ربنا كن لنا عونا وهدى، ربنا وبارك لنا في شعبنا وفي أمتنا. ربنا إنك وعدت ووعدك الحق، إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم. والسلام عليكم.